طبعا احنا هنا عندنا صدور دجاج. ايه احنا انا كنفضل دائما نستعمل يعني الدجاجه تكون مقطعه لا يعني قطع بحال هكا. طبعا احنا يا الدجاج هنايا عندنا ديجا حيدنا له الجلده وكيف ما قلت لك احنا ضروري خصنا نغسلوه بالحامض والملحه والسكنجبير والخل باش كتحيد منه هذيك الزفوريه. اوكي فتقول انها انا يلا ترجم طيب ان الدجاج مهم من تشيل منها الجلد وبرضه تنقعونها صاحب مويه و شويه الماء الحامض مع الليمون والخل ممكن عشان تشيل الزفره تماما. اوكي فهنايا نحطوا الدجاج وغادي نحطوا عليه التوابل. اوكي